التدرج والترقي هو مستوى الإحسان، وهو سعي دائم. عظيم. مش مستوى معين، هو سعي دائم تصل في كل مرة إلى مستوى فتبحث عما هو أحسن منه. عظيم. طيب، لذلك الإحسان في عندنا إذن القيام بما هو مطلوب بدرجات مستوية تصل إلى الإتقان ثم إلى الإحسان. لذلك التميز يدخل هنا. آفاق التميز تنتهي إلى أن يحسن الإنسان كل شيء يقوم به، كل أمر يقوم به، ثم يتفوق على نفسه. نعم. تفوق مش على الآخرين فقط. نعم. يعني ولذلك في التربية يعني نحن نعرف أن هناك ثلاثة معايير أو مرجعيات. نعم. للتقويم. التقويم محكي المرجع. بالضبط. إنه عندك مستوى معين مطلوب. نعم. أن تصل إليه محك. نعم. طيب. وعندك مستوى آخر يتعلق بالآخرين، أنت تزيد عن الآخرين، تزيد عن الوسط. نقف عند هذا المستوى ونأخذ اتصال ونستكمل. أبو محمد من مصر، تفضل يا أبو محمد. أهلا وسهلا بك. ممكن أسأل الدكتور فتحي سؤال بس بإذنك؟ الصوت. ألو. أيوة، أهلا وسهلا. كان عندي سؤال للدكتور فتحي بإذنك. تفضل يا فندم. أنا كان عندي ولدين 6 سنين ونص و5 سنين ونص، فربنا أكرمنا وماتوا في حادثة، يعني توفوا، كانوا معايا في الطريق وحصل حادثة وتوفوا، يعني بقاء قدام الله. فمن حوالي 5 أشهر كده يعني. نعم. فأنا يعني مقصر في من ناحية زيارة لهم في القبور وكده، بحكم شغلي وكده مبقدرش أعمل لهم زيارات يعني، بس أنا حاسس إن ده تأثير من جهتهم يعني. ووالدتهم بتروح لهم القبر باستمرار، فبتجيلها في المنام وبتشوفهم في رؤى كتير، وأنا بيجيليش في رؤية. فأنا عايز أعرف هل مثلا زيارتي في القبر لهم دي هتنفعهم بحاجة، أو هم مثلا بيحسوا بيها لما بروح لهم القبر؟ وبعدين يعني هما الموضوع مؤثر فيها جامد يعني، فمثلا لو أي دعاء أي حاجة تحاول مثلا